بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا النهاردة من الدروس المهمة. درسنا النهاردة هو حل أنظمة من المتباينات الخطية بيانيا. عشان أجيب الحل البياني لمتباينتين لازم بعمل ثلاث حاجات. أول حاجة أظلل المنطقة اللي بتمثل مجموعة حل المتباينة الأولى، يبقى أظلل المنطقة اللي بتمثل مجموعة حل المتباينة الأولى. تاني حاجة هظلل المنطقة اللي بتمثل مجموعة حل المتباينة التانية، هظلل المنطقتين، المنطقة اللي بتمثل مجموعة حل المتباينة الأولى والمنطقة اللي بتمثل مجموعة حل المتباينة التانية. بعد كده هتبقى مجموعة حل المتباينتين معا هي المنطقة المظللة المشتركة بين الخطين، يبقى مجموعة حل المتباينتين مع بعض هتكون المنطقة المظللة الموجودة بين الخطين. طب تعالوا نشوف الحاجات اللي احنا بنقولها دي على مثال. أول مثال عندي بيقول لي أوجد مجموعة حل المتباينتين الآتيتين في ح في ح. المتباينتين اللي عندي هما 2 س زائد 3 ص أصغر من أو تساوي 6 و س ناقص ص أصغر من الاتنين. يبقى أول متباينة عندي 2 س زائد 3 ص أصغر من أو تساوي 6، وتاني متباينة س ناقص ص أصغر من الاتنين. هعمل إيه في المتباينتين دول؟ أول حاجة هنزل أول متباينة اللي هي 2 س زائد 3 ص أصغر من أو تساوي 6، هحولها لمعادلة. يعني 2 س زائد 3 ص هتساوي 6، اجيب منها نقطتين. ازاي؟ هعمل مربع صغير كده واكتب فيه الس والصاد، هكتب فيه الس والصاد، هعوض مره عن الس بصفر ومره عن الصاد بصفر. اما اجي اعوض عن الس بصفر في المعادله دي يبقى 2 في 0 بصفر، يبقى 3 ص هتساوي 6، يبقى ص هتساوي كام؟ 6 على 3 فيها الاتنين. اجي اعوض عن الصاد بصفر، 3 في 0 بصفر، يبقى 2 س هتساوي 6، يعني الس هتساوي كام؟ 6 على 2 فيها 3، يبقى الس هتساوي 3. نفس الكلام بالظبط هنعمله في المتباينة التانية. عندي المتباينة التانية بتقول لي ان الس ناقص ص اصغر من الاتنين، هحولها لمعادلة، يعني س ناقص ص هتساوي 2، اجيب منها نقطتين بان انا اعمل مربع صغير واعوض مرة عن الس بصفر ومرة عن الصاد بصفر. لما اجي اعوض عن الس بصفر هيتبقى لي سالب ص، سالب ص بيساوي 2، يعني ص هتساوي سالب 2. طب عوض عن الصاد بصفر يبقى الس هتساوي 2، يبقى انا كده جبت نقطتين من المتباينه الاولى ونقطتين من المتباينه الثانيه. اعمل النقط ديت، ارسم النقط ديت على الشبكه التربيعيه. يبقى انا اول حاجه هعملها هرسم الشبكه التربيعيه. انا كده رسمت الشبكه التربيعيه، ابدا بقى اعوض بالنقط اللي عندي. عندي اول نقطه هي 0 و2، الس بصفر والصاد ب2، الس بصفر والصاد باتنين. تاني نقطة عندي الس بتلاتة والصاد بصفر. هوصل أول نقطتين دول ببعض، أنا كده وصلت أول نقطتين ببعض، وصلت أول نقطتين ببعض وعملت خط متصل، لأن عندي في المتباينة يساوي. طالما في المتباينة يساوي يبقى هرسم الخط متصل، طالما ما فيش يساوي يبقى هرسم الخط عبارة عن نقط، هرسم الخط عبارة عن نقط وهنشوفه في المتباينة التانية. عندي المتباينة التانية س ناقص ص أصغر من الاتنين، عندي أول نقطة س صفر وسالب اتنين، أدي صفر وسالب اتنين، وتاني نقطة عندي الس باتنين والصاد بصفر، الس باتنين والصاد بصفر. هرسمها بخط منقط لان مفيش يساوي في المتباينة، يبقى هرسمها بخط منقط. يبقى احنا دلوقتي عرفنا وقت ايه بنرسم الخط متصل ووقت ايه بنرسم الخط منقط. بنرسم الخط متصل اذا كان في المتباينة يساوي، يبقى بنرسم الخط متصل اذا كان في المتباينة يساوي. بنرسم الخط متقطع اذا لم يوجد في المتباينة يساوي. سميلي ده لام واحد وده لام اتنين. هشوف منطقة حل لام واحد، منطقة حل لام واحد او مجموعة الحل بتاعت لام واحد. اول حاجة هعوض بنقطة على يمين او شمال الخط، هعوض مثلا قلنا اسهل نقطة هي صفر وصفر، يبقى هعوض بصفر وصفر هنا. لما اجي اعوض في المتباينة الاولى اللي هي 2 س زائد 3 ص اصغر من او تساوي 6، هعوض بصفر وصفر،
يبقى الصفر أصغر من أو يساوي الستة، يبقى بتحقق، يبقى منطقة الحل هي المنطقة دي. أجي أبص بعد كده على المستقيم التاني، اتنين س زائد تلاتة ص أصغر من الاتنين، أعوض بالصفر، صفر وصفر، يبقى الصفر أصغر من الاتنين، إذا منطقة الحل هي في اتجاه صفر وصفر، يبقى أنا عندي منطقة الحل هي دي كده، منطقة الحل بتاعت. واحنا قلنا ان مجموعة حل المتباينتين معا هي المنطقة المظللة المشتركة بين الخطين، يبقى مجموعة الحل هي المنطقة دي، المنطقة المظللة المشتركة بين الخطين. لما اجي اكتبها له هقول له مجموعة الحل هي المنطقة المظللة، هقول له مجموعة الحل هي المنطقة المظللة اتحاد لام واحد، المنطقة المظللة اتحاد لام واحد، هي بتبقى المنطقة المظللة اتحاد المستقيم المتصل، وانا في عندي مستقيم واحد متصل، يبقى هي المنطقة المظللة اتحاد لام واحد. يبقى احنا كده جبنا مجموعة الحل، كده خلصنا اول مثال. اشوف تاني مثال عندي وهو بيقول لي مثل بيانيا مجموعة الحل للمتباينتين الآتيتين في ح، والمتباينتين اللي عندي هما أول متباينة اتنين س زائد ص أكبر من الستة، وتاني متباينة أربعة س زائد اتنين ص أصغر من أو تساوي الأربعة. قلنا أول حاجة بنجيب أول متباينة اللي هي اتنين س زائد ص أصغر من الستة ونخليها معادلة، اتنين س زائد ص هتساوي ستة، وأعمل مربع صغير علشان أطلع منها نقطتين، أدي الس والص، ومرة الس بصفر ومرة الص بصفر. لما الس بصفر هتبقى الص بستة، ولما الص بصفر هتبقى اتنين س بستة، هيبقى الس بتلاتة. نفس الكلام في المتباينة التانية، أربعة س زائد اتنين ص أصغر من أو تساوي الأربعة، هحولها لمعادلة، يبقى أربعة س زائد اتنين ص هتساوي أربعة، وأعمل مربع صغير في س وص، وأعوض مرة عن الس بصفر ومرة عن الص بصفر. لما أعوض عن الس بصفر يبقى اتنين ص هتساوي أربعة، يعني الص هتساوي اتنين، وأعوض عن الص بصفر يعني أربعة س هتساوي أربعة، يبقى الس هتساوي أربعة على أربعة فيها الواحد. بعد كده اعوض بالنقط اللي عندي دي على الشبكة التربيعية، انا كده رسمت الشبكة التربيعية، ابدأ بقى اعوض بالنقط اللي عندي. عندي اول نقطة السين بصفر والصاد بستة، يبقى اول نقطة صفر وستة، تاني نقطة عندي السين بتلاتة والصاد بصفر، يعني تلاتة وصفر، وابدأ اوصل النقطتين اللي عندي ببعض. الخط هيبقى متصل ولا متقطع؟ عندي السين، عندي اتنين سين زائد صاد اصغر من الستة، يبقى مفيش يساوي، يبقى الخط هيبقى متقطع، الخط هيبقى متقطع، الخط هيبقى متقطع طالما مفيش يساوي. تاني خط عندي أربعة س زائد اتنين ص أصغر من أو تساوي الأربعة، أصغر من أو تساوي الأربعة، يبقى الخط طالما فيه يساوي يبقى الخط هيبقى متصل. عند السين بصفر الصاد باتنين، عند السين بصفر الصاد باتنين، وعند الصاد بصفر كانت السين بواحد، يبقى الصاد بصفر والسين بواحد، وابدأ اوصل النقطتين عندي ببعض، هيبقى الخط متصل ولا متقطع؟ ابص فيه يساوي، طالما فيه يساوي يبقى الخط هيبقى متصل، طب لو مفيش يساوي يبقى الخط هيكون متقطع. فاحنا رسمنا خط متصل وسميلي ده لام واحد وده لام اتنين، يبقى بقى عندي دلوقتي ده لام واحد ودي لام اتنين. عايز اجيب منطقة الحل بتاعت كل خط منهم. اول حاجة المتباينة الاولى اتنين س زائد ص، هعوض بصفر وصفر. عندي اول متباينة هي اتنين س زائد ص اكبر من الستة، هعوض بصفر وصفر واشوف هيحقق لي المتباينة ولا لا. عندي الصفر اكبر من الستة، لا، يبقى ما بيحققش المتباينة، يبقى مجموعة الحل او منطقة الحل هتبقى عكس الاتجاه اللي فيه الصفر وصفر، يبقى منطقة الحل هتبقى المنطقة دي. هشوف الخط التاني،
عندي المتباينة التانية 4 س + 2 ص أصغر من أو تساوي الأربعة، أعوض بصفر وصفر، صفر أصغر من الأربعة، يبقى الصفر وصفر بتحقق، يبقى منطقة الحل هتبقى في اتجاه النقطة صفر وصفر. أجي أبص للمنطقة المظللة المشتركة بين الخطين، هلاقي إن مفيش أي منطقة مظللة بين الخطين، يبقى أنا في الحالة ديت هقول إن مجموعة الحل هي مفيش حاجة، يبقى مجموعة الحل هي فاي، مجموعة الحل هي فاي. وبكده خلصنا مسألتنا، وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة. تقدروا تتواصلوا معايا من خلال التعليقات أسفل الفيديو، يا رب يكون الشرح عجبكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.